أعزائي الرياضيين، أسعد الله وقتكم بكل خير. صباح الرياضة دائما في الموعد، متتبعي الموقع الإلكتروني صباح مراكش وإذاعة صباح مراكش، نافذة نفتح من خلالها الحوار مع جميع الفعاليات الرياضية، مسيرين، لاعبين، وكذلك مهتمين بالشأن الرياضي، محللين وأصحاب أفكار لتطوير الرياضة بجهة مراكش تنسيب الحول. إذاعة صباح مراكش، راديو صباح مراكش، دائما في الموعد بحلة جديدة، والرياضة في عمق اهتماماتنا. لنا استراتيجية، لنا نظرة لتسليط الضوء على ما يهم الشأن الرياضي بجهة مراكش تنسيب الحوز. نطلب من جميع الفعاليات وكذلك الفرق، فرق الظل، وتحدث هنا عن فرق عصبة الجنوب لكرة القدم، أن يتواصلوا مع إذاعة صباح مراكش ومع الموقع الإلكتروني صباح مراكش عبر البريد الإلكتروني اللي غادي يشوفوه أسفل الشاشة، وننتظر رسائلكم. نحن مستعدون للذهاب وللالتقاء بالفرق الرياضية وفرق الهواة، وذلك لتقديم كل الخدمات ولتسليط الضوء على هذه الفرق، فرق الظل. نتمنى صادقين أن تستمر مسيرة الكوكب الرياضي المراكشي، ونحن سعداء في موقع صباح مراكش وكذلك بإذاعة صباح مراكش لما حققه فريق الكوكب الرياضي المراكشي ومسيريه وكذلك مدربه الرائع هشام الدميع الخلوق حينما كان لاعبا وكذلك مدربا حاليا. نتمنى حظ موفق لجميع الفرق المراكشية. لا تنسوا الرياضة في صلب اهتمامات مراكش. صباح مراكش، إلى اللقاء.